جماعة النهاردة في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو فيلم سبايرل. سبايرل ده الجزء الجديد بتاع فيلم سو اللي نزل له امبارح بالليل تيزر. هي مش تريلر، هي تعتبر تيزر بس. عندي شوية حاجات كده قبل ما اخش على طول في التريلر او التيزر. انا مستغرب شويه، ما اعرفش هو ليه اسمه سبايرل. اولا كانوا قايلين ان كان هيبقى اسمه دي اورجان دونر، وبعد كده رجعوا في كلامهم وسموه سبايرل. ده اول حاجه. تاني حاجه اللي عايز اعرفه، هم ده هيبقى ايه بقى بالظبط؟ ده هيبقى سيكول ولا هيبقى بريكول ولا هيبقى نفس التايم لاين بتاع الجزء اللي فات بتاع فيلم سو؟ الجزء اللي فات بصراحة ما عجبنيش قد كده، ما كانش قد كده يعني. هي ممكن بس تكون البلوت تويست اللي كانت موجودة في الجزء اللي فات بتاع جيكسو هي اللي كانت حلوة شوية، بس كفيلم كمجمل بصراحة ما كانش قد كده. وعرفنا ان الجزء الاخير اللي كان نزل من كام سنة ده، اللي هو كان من سنتين تقريبا، ولا من سنتين ولا من ثلاثة، حاجة زي كده، بتاع جيكسو، عرفنا ان الجزء اللي فات ده هو بريكول لكل احداث سلسلة سو. يعني الجزء اللي فات ده يعتبر الجزء الاولاني بتاع سلسلة سو، وكل الاجزاء اللي احنا شفناها كلها على مر السنين بتيجي بعديه. فانا بقى عايز اعرف الجزء ده بتاع فيلم سبايرل اللي بيضم البطولة صامويل ال جاكسون وكريس روك معانا. وشيء غريب شوية ان كريس روك وسامويل ال جاكسون موجود معانا في فيلم سو. كريس روك طبعا بيشارك في البروديوسينج بتاع الفيلم، وطبعا لحد النهاردة لسه مش عارفين ايه هي البلوت الاساسية بتاعة الفيلم. في ناس برضو معانا تانية كتير من الممثلين، بس طبعا مش معروفين. المعروفين هو سامويل ال جاكسون وكريس روك. المخرج هو دارين لين بوزمان، هو نفس المخرج اللي كان اخرج الجزء الثاني والثالث والرابع بتاعة سلسلة اجزاء سو. هنتفرج على التيزر دلوقتي بتاع فيلم سبايرل او جزء جديد بتاع فيلم سو. اتمنى ان هو يبقى كويس بصراحة، لان انا بعشق السلسلة دي عن نفسي. اتمنى ان انا انتظر منها حاجه كويسه وما تخيبش املي زي ما خيبت املي الجزء اللي فات. طبعا كالعاده ما اشوفش التيزر ولا مره، هنشوفه لاول مره. يلا بينا. What do you got there? Oh, it's just my wife, Emma. This is my son, Charlie. Enjoy it while it lasts. While it lasts. Nothing happier than the wife of a new detective. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. Detective Banks en route. Targeting cops. This shit's gonna go sideways fast. You wanna play games, motherfucker? البانش لاين بتاع سامويل ال جاكسون فشيخ في التيزر معانا، لو يو وانا بلاي سام جيم ماذر فاكر يا ديني. يعني الجمله الشهيره بتاعه سامويل ال جاكسون اللي احنا متعودين عليها في افلامه على طول بتتحط برضه في فيلم سو. عبقري عبقري اللي حاطط البانش لاين، عبقري. كريس روك، حاسس ان كريس روك هو هيبقى الضحيه بتاعنا. مش عارف اذا كان هو ممكن يكمل معانا الفيلم كله ولا لا، لان هو برضو شكله هو اللي هيبدا في اول تراب. هو شكله ما اعرفش ليه، يعني ده اللي لاحظته كده، جه في خطفه كده ان هو كان في الحمام بتاع الجزء الاولاني بتاع فيلم سو، وبرضو مربوط بال اسمه ايه ده، بالتشين،
وبرده معاه سو في ايده، نفس السو اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني لما كانوا في الحمام بتاع دكتور جوردون وادم. انا برضو ما فهمتش من التريلر ده هل ده هيكون سيكويل ولا بريكويل ولا في نفس زمن الاحداث. هو مكتوب ذا نيو شابتر، ذا نيو شابتر يعني معناها جزء جديد، بس برضو ستيل مش فاهمين تمام نيو شابتر جزء جديد يعني. هم بصراحه يعني انا اتمنى ان هو يكون جزء جديد يمشي مع الاحداث بتاع الجزء اللي فات، لان الجزء اللي فات لما خلص نهايته بتوحي ان هو فيه جزء جديد. وبصراحه لو مشى يعني لو مشى في نفس مرور الاحداث هيبقى حلو جدا، لان بصراحه احنا كده تو ماني ستوري لاينز كله هيخش في بعضه ومش عارف ايه. وهل هيظهر جون كريمر في الجزء ده ولا لا برضو عن طريق الفلاش باكس زي ما ظهر في الجزء اللي فات؟ فده برضو انا مش قادر افهم. هما بيقولوا سبايرل ذا بوك اوف سو، فانا مش عارف هو برضو جون كريمر سايب كتاب معين، فحد هيتبع الترابس بتاعته والسيكوباتية بتاعته لسه برضو مش عارفين. نزول الفيلم طبعا يوم 15/5 السنة دي في 2020 في شهر مايو. شهر مايو هينزل السنة دي الجزء الجديد بتاع سو. انا عن نفسي انا عن يعني انا بحب جدا السلسلة دي بصراحة، وانا من محبين السلسلة دي بطريقة غبية بصراحة يعني. حتى يعني انا ماي فيفوريت اول وتاني وتالت جزء هو بالنسبة لي احلى تلات اجزاء في السلسلة. كل مدى لما كانت السلسلة بتتقدم كل مدى السلسلة كانت بالنسبة لي كانت بتنحضر بصراحة، من بداية من الجزء الرابع والخامس والسادس وهكذا. السلسلة كانت بتنحضر معايا شوية. انا الاول تلات اجزاء بصراحة بعشقهم، بالذات الجزء الاولاني. الجزء الاولاني بالنسبة لي، الجزء الاولاني والتاني، الجزئين دول بالنسبة لي واو بالنسبة لي. طبعا نسبة ترقبي للفيلم هي 8/10 بصراحة. مش عايز ادي برضو هاي هوبس زيادة عن اللزوم، بس انا مبسوط ان كريس روك موجود في فيلم زي ده، واخيرا ان هو هنشوفه في دور بطولي من زمان جدا، وطبعا بيشارك البطولة معاه سامويل جاكسون، فدي شيء عظمة يعني بصراحة. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقة الجاية. باي باي. You wanna play games, motherfucker?